السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الأربعاء 22 من ربيع الأول لعام 1438 للهجرة، الموافق 21 من ديسمبر لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. نجح محمد صلاح خليفة نائب حزب النور عن دائرة أبو المطامير وحوش عيسى بمحافظة البحيرة في الحصول على موافقة وزارة الأوقاف بإحلال وتجديد مسجد الشرفاء البحري بمركز حوش عيسى. كما نجح خليفة في صرف مبلغ 25,000 جنيه من وزارة الأوقاف لاستكمال مسجد النور بالكردود التابعة لمركز حوش عيسى، حيث إن الأهالي قاموا بإحلال المسجد بالتبرعات لأنه قديم وأصبح آيلا للسقوط وغير صالح للصلاة. رأس المهندس إبراهيم عبد الغفار وكيل حزب النور بدائرة الرمل محافظة الإسكندرية وفدا من أعضاء الحزب في زيارة لشياخة الرابعة للتواصل مع أهلها والاطلاع على احتياجاتهم. حصل النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة ناصر ببني سويف على الموافقة بإعادة فتح مدرسة بوش الإعدادية بنين بمركز ناصر، وقالت بوابة الفتح أن نائب النور بمركز ناصر تدخل بعد تقدم الأهالي بشكاوى متعددة بشأن تضررهم من قرار محافظ بني سويف بإغلاق مدرسة بوش الإعدادية بمركز ناصر. طالب الدكتور عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب عن حزب النور وأمين سر لجنة التعليم بالبرلمان الحكومة بالتعجيل في إنجاز عقود شراء مطبعة تصوير امتحانات متطورة حديثة من أجل سلامة الامتحانات من التسريب والغش. أكد الدكتور أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب عن حزب النور ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن شركات الأدوية تضغط على وزير الصحة لرفع أسعار الدواء مستغلة تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، موضحا أن أحد أصحاب شركات الأدوية تحكم في صناعة وتوزيع واستيراد 14% من الدواء ويمتلك 134 صيدلية ويستثمر 11 مليار جنيه، كما يوجد شركات تمتلك 8% وأخرى تمتلك 65% من صناعة الدواء. وطالب وكيل لجنة الصحة بالبرلمان بمنع الاحتكار، كما طالب بفصل الإنتاج عن التوزيع عن الاستيراد. قتل رجلان روهنجيان برصاص قوات الجيش في ميانمار أمس الأول الاثنين نتيجة اعتراضهما على فصل النساء الروهنجيات وعزلهن عن الرجال أثناء الاعتقال في مدينة مانغدو مسرح الأحداث الدامية بولاية أراكان شمال غرب ميانمار. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم 24 مواطنا من الضفة الغربية بينهم 7 أطفال. أعلنت شرطة العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم الأربعاء العثور على جثة ابنة دبلوماسي تركي. كشفت الشرطة السويسرية أمس الثلاثاء عن هوية المسلح الذي قتل 3 مصلين بالرصاص بمسجد في زيورخ مساء أول أمس الاثنين، وقالت الشرطة إن المسلح سويسري عمره 24 عاما من أصول غنية وليست له صلات على ما يبدو بمتطرفين، وأضافت أن المهاجم انتحر على ما يبدو بعد إطلاقه الرصاص على المصلين في المسجد، لافتة إلى أن الدافع للهجوم لم يتضح بعد. دعا سياسي صهيوني صناع القرار في تل أبيب إلى الوقوف إلى جانب إيران والمحور الشيعي في مواجهة العالم السني وتحديدا السعودية، منتقدا الرهانات على عوائد التقارب مع أي من الدول السنية. قال مستشار الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية يحيى العريدي إنه لا حديث عن السلام في ظل إجلاء المواطنين من بيوتهم واستمرار قصف المدنيين في مختلف البقاع السورية. اتهم المتحدث باسم منظمة اليونيسيف بسمارك سوانجين اليوم الأربعاء ميليشيا الحوثي بعرقلة عملية وصول المساعدات الإنسانية والدوائية إلى اليمن. أكد فضيلة مفتي عدن بالجمهورية اليمنية الشيخ علي بن محمد باوريس أن هدف الحوثيين حاليا هو تغوير الهوية وتغيير عقائد الناس وتوجههم، مشددا على أن الأهمية البالغة لجهود العلماء هي في مجابهة هذا المشروع سواء في المناطق المحررة أو المناطق التي تخضع لنفوذهم بشتى الوسائل الممكنة. قال الشيخ صالح قروش الحذيفي القيادي بالمقاومة الشعبية بصعدة إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت تقف على بعد 70 كيلومترا من مركز المحافظة.
قررت الحكومة التونسية إعادة إنشاء جهاز المخابرات الوطنية على خلفية حادث اغتيال المهندس طيار محمد الزواري، والذي قال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب إن أجهزة أجنبية متورطة في اغتياله الخميس الماضي بمدينة صفاقس. قال البرلمان الروسي الكريملين اليوم الأربعاء إن اغتيال السفير الروسي ضربة لهيبة أنقرة، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا تحديد من يقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة، فيما أشارت أنقرة إلى مسؤولية الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولين. كشفت تقارير حديثة أن الحكومة التركية منعت الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة بعد اغتيال السفير الروسي لديها أندري كارلوف، حيث وجد الناس في تركيا أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الشعبية مثل فيسبوك وتويتر وتطبيق واتساب وبعض المواقع والتطبيقات الأخرى بداية من اليوم التالي للهجوم، وهي خطوة أصبحت معتادة من قبل الحكومة التركية عقب كل حادث أو اضطرابات سياسية، حيث يتم فرض حظر على الإنترنت بشكل كبير. أعلنت السفارة الإيرانية في تركيا أنها ستغلق أبوابها والقنصليات التابعة لها في أعقاب اغتيال السفير الروسي في أنقرة. قال الأمين العام للغرفة الإيرانية العمانية المشتركة أناهيتا فرزام إن تعزيز العلاقات التجارية بين إيران وعمان يرتبط بحل المشكلات المصرفية ونقل الأموال، معربا عن أمله أن تحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن بحسب صحيفة أبرار اقتصادي. أرسلت نقابة الصيادلة خطابا اليوم الأربعاء إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمناشدته سرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة بإشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر والمتخصصين في عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد. قررت محكمة النقد في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة اليوم الأربعاء قبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه وأربعة آخرين تخصيص أرض لشركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابة 1 مليار جنيه من المال العام، وقبول نقد الحكم المطعون فيه وتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل، حيث قررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه وغرامة مساوية، كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزة عبد الرؤوف، وتعديل الغرامة الثالثة من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه وغرامة مساوية. أعلن البنك المركزي المصري أن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التي تم تنفيذها بعد تحرير سعر الصرف خلال الفترة من 3 نوفمبر حتى 14 ديسمبر 2016 وصلت إلى 7.9 مليار دولار، منها 4.6 مليار دولار موارد تم استخدامها في سداد اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، وتم فتح اعتمادات مستندية بمقدار 3.3 مليار دولار. قال الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بالهارس إن هناك دواء جديدا مركبا من دوائين لعلاج فيروس سي وهما جيلكوبريفير وعقار ديبرينتاسفير، مؤكدا أن ميزة هذا الدواء المركب أنه يؤخذ في قرص واحد بنسب نجاح تصل إلى 100% لجميع الأنواع الجينية الأخرى. وأضاف الخياط في تصريحات صحفية أن هذا الدواء صالح لمرضى الفشل الكلوي ويمكن إعطاؤه لمرضى التليف الكبدي المصاحب للاستسقاء لدى المرضى المصابين بفيروس سي، ويتم إعطاء هؤلاء الدواء بنسب نجاح تقترب من 100%، موضحا أنه يتميز عن عقار كيوريفو بأنه يصلح لمرضى التليف غير المتكافئ. حصل الدكتور محمد السيد الحجري الباحث بمركز بحوث الصحراء على جائزة توفير مياه الري والمركز الأول عالميا لعام 2016 خلال فعاليات المنتدى الدولي الثاني للمياه في تايلاند عن فئة صغار المبتكرين أقل من 40 عام، والمقدمة من الهيئة الدولية للري والصرف، وذلك بعد ترشيحه من قبل اللجنة القومية للري والصرف بمصر عن الورقة البحثية المقدمة تحت عنوان توفير مياه الري باستخدام الآلة المبتكرة لإدارة الأرض والمياه
مياه لزراعة محصول الأرز سومر. وقال الحجري في تصريح خاص للأهرام الزراعي أن الطريقة الجديدة وفرت ما يقرب من 50% من كمية مياه الري المستخدمة في ري الأرز، وكذلك نحو 25% من كمية السماد الموصى باستخدامه من قبل وزارة الزراعة. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي خطب عيد الأضحى لعام 1432 هجرية. القرآن كلام الله من سلسلة كتاب الفوائد، والمحاضرة 26 من سلسلة تفسير سورة غافر، وصفة الرؤية من سلسلة العقيدة الوسطية، فضيلة الشيخ ياسر برهمي. النفاق الشيخ محمود عبد الحميد. من بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، من سلسلة كتاب الأضاحي من مختصر صحيح مسلم، الشيخ سعيد محمود. المحاضرة 71 من سلسلة تفسير سورة البقرة من تفسير السعدي، والترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى 3 من سلسلة كتاب الصدقات من الترغيب والترهيب، الشيخ إيهاب الشريف. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من سلسلة فضل الغني الحميد، الشيخ هيثم توفيق رحمه الله. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي حلب لن تباد، كتبه محمد عياد. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي، حكم شراء منتج من إحدى الشركات مقابل تسويق منتجاتها وأخذ عمولة على ذلك، حول مدى مشروعية الانتفاع بنظام علاجي تقرره إحدى الشركات لعامليها، حكم إلزام الإخوة أختهم بدفع إيجار مقابل سكن شقتها في بيت والدهم. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.